سمعت. يقول السائل: نأمل من سماحتكم توضيح السنن الواردة في الصيام. السنة مثل ما سمعتم أن يصوم نية التقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة، ينوي في الليل الصيام تقرب إلى الله ورجاء فضله، ويصوم صيامه عن محارم الله، عن الغيبة والنميمة ومجالس اللغو وسائر المعاصي. يجب أن يصوم صيامه عما حرم الله، وأن تكون له نية صالحة لا رياء ولا سمعة ولا مقصد آخر إلا التقرب إلى الله جل وعلا، مع الحذر من كل ما يجرح صومه من سائر المعاصي.